كنا منتظرينها من سنين طويلة، آن الأوان فعلا أن احنا نشوفها بتتحقق وبتستعيد حق الشعب مرة أخرى. معايا الحاج محمود من الشرقية، اتفضل يا حاج محمود. الحاج بن داري يا باشمهندس. الحاج بن داري أهلا بيك، اتفضل. الشرقية أهلا مرحبا. اتفضل. معاليك دلوقتي احنا المحطة بتاعت الرفع بتاعت واحد بحر البلد. أيوه. احنا كنا اتناقشنا فيها مع حضرتك قبل كده، وإيجوا عملوا لنا إحلال وتجديد للمحطة. تمام. وإيجت المحطة، القاع بتاع الدليل بتاع البحر بتاعها نزل متر عن 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 المحطة. أيوه. فأصبحت المواطير النهاردة مش بترفع. جت لجنة في أول شهر واحد عينت المحطة، وقعدنا نجري والبركة فيكم وفي معاليكم وساعدتونا، وإيجوا وعدونا إن هم يركبوا لنا مطورين طوارئ جنب المحطة، لأن المحطة ما عادش طايلة مية أساسا. تمام. لغايه دلوقتي من شهر 2 لغايه دلوقتي وهم عملوا القواعد بتاعت المواطير سباقه خرسانه، ولغايه دلوقتي دخلنا على الذروه اللي هي اعلم بها غير ربنا، يعني محصول القمح ربنا اعلم بير، يعني ربنا ده بعد شويه الشتاء علشان ينجح المحصول ويعدينا منها. هو الحمد لله الموسم عدى ومر بسلام. دلوقتي الميه وضعها ايه عندك؟ ما فيش ميه خالص يا سامح بيه. الناس زرع القطن والذره، حيينا القطن والذره ومش عارفين نسقيهم تاني على كيماوي. كيماوي مرت في الارض غير 15 يوم. يعني انت دلوقتي الموضوع ان خلاص انا عندي الصبه الخرسانيه اللي المفروض هيركب عليها الموتورين اللي تم وضع المؤيسات بتاعتهم وتم تنفيذها، بس مش هترقبوا لغايه دلوقتي يا معالي باشا. نعم؟ مش هترقبوا لغايه دلوقتي. ما تركبوش. حاضر. لا. دي هتابعها لك مع الري. ماشي يا باشا. حاضر عينيا. ليك طلب تاني يا حاج بنداري؟ الو. بشكرك الحاج بنداري من الشرقيه، محطه رفع بحر البقر.